اللي تقول لي مسويه ما ادري شنو، اللي قالت لي مسويه شد ومسويه، والله ولا شيء مسويه. والله يا بنات، والله العظيم انا لحد الان بكمل 40 سنه ما غزيت نفسي بوتوكس ولا فيلر ولا شيء للحين حق بشرتي. بعدين تدرون شنو؟ خير برهان، غير هالكلام هذا كله والشرح، مو بس عشان انا طبيبه مثلا ممكن الناس تصدقني وهذا، لا الحمد لله انا عندي مصداقيه، انا مو قصدي يعني هالشيء، الحمد لله انا ما عندي مصداقيه واثق بالاشياء اللي احطها، ولكن اللي قدام الناس شنو تشوف؟ شنو التغير؟ انا سنين معاهم يعني، في ناس كانهم عائلتي، شلون لما واحده تشوفينها قدامك قاعد تتغير، تشوفينها بزواره، تشوفينها انا، انتم قاعد تشوفوني يعني بالاسبوع على الاقل قاعد اطلع عليكم شبه يومي، اصلا حيل متغير عليكم. ما سويت عمليات ترى، والله ما سويت عمليات، وعندي عياده وما طقت فيلر بوتوكس، بس والله قاعد اعتني بنوعيه اكلي، وهذا الكولاجين جربوه، خلوه مع الاوت مع الحليب، اي شيء في حليب الصبح، بس وجبه الريوق تكون خفيفه، منها تستفيدين ما تكون سعراتها حراريه عاليه، ومنها تحطين تذوبين فيها هذا الكولاجين، وادعوا لي قفشه وقفشتين باليوم الصبح. والله يا بنات، والله العظيم انا لحد الان بكمل 40 سنه ما غزيت نفسي بوتوكس ولا فيلر ولا شيء للحين حق بشرتي. وبعدين هذا النوع من الكولاجين مو بس حق البشرة ترى، حتى حق المفاصل، حق الجسم، حق الأظافر، شوفوا حق الأظافر، حق الشعر، ممتاز أنا وايد أحبه. بعدين في أنواع كولاجين باودر ما تنبلع، والله العظيم الحين تحطينها، أنا أحب الحليب مثلا الصبح، منه في كالسيوم، منه هذا، منه وجبة غذائية حلوة متكاملة، ما ينبلع لما تذوبونه، هذا ما في طعام اللي يغير حتى المشروبات، عصير ذوبي وانت مرتاحة، قهوة، شاي، حليب، لذيذ عادي يعني، اي شيء انت نكهته ما راح يغيره يعني، ظل لذيذ. البنات اللي دائما يسألوني دكتور شنو انواع الكولاجين، مثلا في فايلز، في الامبولات، في الاشياء المذابه، انا افضل الاشياء اللي تكون 10 جرام يعني 10000 ملي جرام يعني، هذا جرعتها جدا كافيه حلوه يعني، ما افضل 5000 ولا شيء يعني، يعتبر قليل، هذه ممتازه. البودره هذه اتينن اشهر انا استخدمها، اقدر اضمن لكم انها حلوه. اشياء ثانيه انا لازم اشوفها استخدمها اقول لكم اذا زينه. الشيء المميز بهذا المنتج نفس ما قلت لكم انه مو بس لصحه الشعر والبشره والاظافر، كذلك لصحه المفاصل والجسم، وانا قاعده اروح نادي وايد فارق جسمي، شعري، شكلي كله، ف وشيء لذيذ يعني ما يؤذيني يعني ما يضايقني. خلصت كله علي بالعافيه، ما خليت شيء، والله ما خليت شيء، حتى الحليب شربته. أنصحكم فيه لأنه والله العظيم كل شيء راح تحسينه قاعد يتعدل من نفسه. إحنا نتريق نتريق، ما تريقين مثل حليب أو كورن فليكس بتحطين، مع إنه شوف أنا وجبة غذائية متكاملة. أول شيء تسد ليو مليانة ألياف، يعني مثلاً الأوت، ثاني شيء باخذه مع حليب وبذوب فيه كولاجين بعد، أوه وجبة ينن. بس اللي ما تريق يعني، في بنات تعرفون ما يتريقوا، يشربون كافي، تي، ذوبي معه قفشة أو قفشتين. حتى بالكوفي، العصاير، انا افضل اعمل الاشياء اللي كذي. الموالح ممكن اذا شربوا كذي، بس انا افضل معها الاشياء، يعني حليب، قهوه، شاي، على راحتكم. النقطه المهمه ان هذا البراند هذا هولندي. احنا بروفن المعتمد للمكملات الغذائيه، انا ليش اخذ منه وانا مرتاحه؟ انا دكتوره وعين اعرف مثل ان هذا براند هولندي. مصادر الكولاجين مو دائما تكون بحريه، يعني مثلا هذا بحري. زين؟ في منهم اللي تكون يجيبونها تكون مثلا مصادر بقريه، مثلا خلينا نقول حيوانيه، هذه لازم يكون ماخذين فيها شهاده حلال، ماخذين فيها بروفن، ودزوا لي اياها بعد، قلت لهم اقدر اشوف الشهاده، دزوا لي اياها. اوكي، عندهم شهاده انه في بعض الانواع الكولاجين لازم تكون حلال، هذا بحري تاخذينه من عندهم هم مرتاحه، الانواع الثانيه تاخذينه منهم وهم مرتاحه، فهذا الفرق بينهم وبين غيرهم. وبعدين ولا شيء، ارد واكرر، وصلني من عندهم حار تالف، ولا مثلا كبسولات مثلا تلقينها لازقه من بعض من الحراره، لا
يوصل مبرد لكويت خلال 24 ساعة، والخليج يمكن 3 لـ4 أيام على حسب الضغط اللي عليهم. بس هذا النوع أنصح فيه وبقوة، الكولاجين، راح تشوفين فرق ببشرتك وشعرك وأظافرك، خيال خيال. أنا حتى قاعدة أروح النادي حس طاقة فيني، حتى مفاصلي وجسمي. بنات علبة ورا علبة ما شاء الله، ترى حتى أزواجكم يقدرون يستخدمونهم معاكم عادي، وكولاجين بالنهاية يعني ما في مثلا شيء نساء وشيء رجالي، لا مهم لأنسجة الجسم، للوجه، لصحة الشعر والأظافر، للمفاصل، مهم. فبالنهاية رجل ولا امرأة يحتاج يستخدمه. فوالله ما شاء الله علبة ورا علبة أخذ منه. وأنا شيء إذا عجبني أمدحه وأنا مرتاحة. أنا ما أحب أجامل، وايد شركات تجيني والله ما أجامل، والله إني ما أجامل بولا شيء. هذا المنتج رائع رائع، كذا مرة دخلت بيتي، يعني مو أول مرة، كذا علبة اللي هو المارين كولاجين، راح أحط لكم النوع واللينك عليه دايركت واتساب إذا تبون، تقدرون تطلبونه من الأكاونت المعتمد للمكملات الغذائية عندنا، معتمد. بعدين في شيء أبي أكده وصلحه عندكم، في بنات تعتقد أي مكمل غذائي يعني بيفتح شهية بيسمنها، لا أصلا أنت مجرد تفكير بهذا أنت تعطيني حق نفسك، فتصدقين يعني في منهم يحطون الكلمة ويصدقونها، يعني كأنه قاعد يحط شيء ويصدقه هو. لا لا لا، مو كل شيء ترى يفتح الشهية. وهذا الأشياء الفيتامينات غالبا اللي تكون فيها بي 12 هذه أكثر شيء اللي تفتح الشهية. هذا ما فتح شهيتي يعني، أنا وراي عرس، هل معقول أنا باخذ كم شهر صار لي وقاعد أحاول أروح نادي وأبني عضال وأسوي سفورت حق ظهري، وقفتي تعدل، جسمي تعدل، أحافظ على صحة بشرتي وشعري وأظافري وامتن من جهة؟ ليش؟ ما أنا مجبورة أخذ شيء وأتكلم فيه حق الناس وأنا قدامهم قاعد أبين كل مالي وأصير رشيقة أكثر، ممشوقة أكثر، جسمي محافظة عليه؟ لا لا، ما يفتح الشهية نهائي. يعني معلومة هذه كلش لا تحطونها في بالكم، هذا النوع أنا استخدمته ما فتح لي الشهية نهائي. وبعدين أنا هذا أحبه، ما في طعم يغير أي شيء. يعني مثلا ساعات أشرب عصير مثلا، إنزين أذوبه بالعصير، يعني شربات أشياء ساخنة ثانية أوكي، بس أنا فضلهم على الأشياء اللي مثلا كوفي، تي، يعني حليب، تشوفوا يعني أنا الأوت مالي أو الشوفان أو الكورنفليكس أذوب فيه قفشة وقفشتين مرة باليوم. أنا أحب الصبح دائما، هذا روتيني يعني شوفوا من أشهر طويلة، مو أول علبة أطلبها. أقول مميزاته أنا هذا النوع، ميزته هذا النوع هولندي، فتأخذونه من مواقع عربية معتمدة منها بروفن، نصيحة، لأن في أنواع بقرية لازم تكون حلال، هذا حلال 100%، وهذا بحري ما يحتاج تأكدون، بس الأنواع الثانية لازم تأخذونه من بروفن. أنا أقول لكم فدائما أخذوا من بروفن، لأن أكاونت عربي وما أخذ شهادات إن المنتجات اللي فيه حلال.